وزاره الاوقاف المجلس الاعلى للتنظيم الاعلى، واسمه استعاده الوعي، انقاذ الوعي، ايا كانت المسميات. تحليلا وقتلا ولماذا؟ وكاننا براءه ان يختزل الاسلام بالقيم الحقيقه على هذا النهار المتميز، وفعلا ان نعافي امر مهم جدا هو ضعف صراحه اي كان مش في الدين الاسلامي فقط، من الاديان والعصبيه الدينيه، وده بيرجع عن اما عن سوء فهم او عن سوء فهم. المطالبه بالدين تاتي اما عن سوء فهم بعض الجماعات المطلقه، ودي قضيه العلماء ان احنا ننبه اللي عنده سوء فهم لفعاله الفهم الصحيح، اما اللي عنده سوء قصد فده لازم اجهزه اخرى تتعامل مع سوء القصد، لان هناك من هو مقبول مستقدرين حلقات الفيديو البريئه دي يبعتونا على نياتهم. لحد ما جه ناجح ابراهيم في المراجعات اعاد تفسير النوع الصمت المجتمع الى رويضه